بني الدم من هذه الشوارع دي. هتركب عربية ب30,000 وهتبقى بيه ابن بيه. متابعينا ومتابعي موقع بصراحة في كل مكان، بنرحب بكم من هنا من سوق السيارات المستعملة الموجود على طريق وسنا شبين الكوم بمحافظة المنوفية. زي ما انتم شايفين الناس جاية من كل مكان عشان تعرض سياراتها، وأيضا جايين من كل مكان عشان يشتروا السيارات المعروضة اللي قدام حضراتكم. الأسعار هنا في متناول الجميع، في أسعار بتبدأ من 30,000 جنيه وانت طالع لحد 500 و600,000 جنيه. هنعرف معاكم دلوقتي، هناخد جولة معاكم ونعرف أسعار العربيات المستعملة اللي قدام حضراتكم دي. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ متعرف عليك محمود. اسم محمود. نوع العربية نكية صح؟ كاريو. موديل كام؟ 2012. خدنا كده وعرفنا على تفاصيل العربية وقولنا سعرها. هي رش احزام موديل 2012 عداد 106 بفئة تانية من غير بصمة. سعرها عامله 450,000. 450,000. حالتها بقى يعني هي رش حزام بس ما فيهاش حاجه ثانيه، يعني كلها ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي حاجه، بس اللي فيها انها رش حزام. تمام. زي ما انتم شايفين يعني هنعرف معاكم باقي اسعار العربيات اللي موجوده قدام حضراتكم. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ اتعرف عليك. اهلين بيهم يا راجل. عاوزين نعرف ان شاء الله. اهلا وسهلا. عاوزين نعرف موديل العربيه ديت وسعرها. عربيه لانوس 2016 بره وجوه فابريك. ورينا كده. انا عارف الناس كويسين. الله اكبر عليك. استاذنك بس تطفي الاغاني. قلت لنا سعرها كام ديت؟ ان شاء الله 240,000. 240,000. حالتها ايه؟ فابريكا بالكامل. فاشل الا بعض مرمات في الجناب كده، خرابيش بتاع. خد وشنطه وكبوت زيرو. كاوتش زي قدامك، حالتي قدامك هو 90%. جيبك لسه راجل، وعربيه معلوفه مش عايزه جنيه. هتاخد تركب على طول ان شاء الله. الهيئه قدامك اهي. فيها شاشه وكاميرا خلفيه وكاميرا. تمام، بنشكرك يا استاذ يومي. يعني زي ما انتم شايفين العربية اللي قدام حضراتكم سعرها 240,000 جنيه زي ما وضح مالكها. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ نتعرف عليك. نتعرف عليك. حاج حمدي. اهلا وسهلا حاج حمدي. عربية حضرتك دي موديل كام وسعرها ايه دي؟ موديل 81 و 131. موديل 81 رخصة 3 شهور غربية. رخصة 3 شهور غربية مطلوب 33 فايدة. 33,000 بس. أنت شايف سعرها كده مناسب يعني؟ الراجل بتقول بس يعني هو فعلا بس، مفيش حاجة ب 33,000 دلوقتي. ما أنا عارف مفيش. وحالتها إيه بقى يا حاج حمدي؟ حالتها متوسطة. رشة بره كلها. في اجزاء رشه جوه، نور رشه بره وجوه عشان ما حدش يزعل. ورينا كده الموتور وحالتها. المغنى السمراء 1300 سي سي. الموتور بتاعها حالته كويس؟ كويس 90%. سعرها 33,000 بس. رخصة 3 شهور. حضرتك جاي من الغربية هنا المنوفية عشان تعرض عربيتك؟ عادي يعني. نروح مدينة نصر. هنا الأقرب ولا
ده هنا طبعا الناس هنا بيجوا من كل مكان عشان يعرضوا العربيات بتاعتهم. في ناس كتير ناس من كل عالم. بشكرك جدا يا حاج عمدي، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله. زي ما انتم شايفين عربيات جميع الاسعار تلاقوها هنا في سوق السيارات المستعمله في المنوفيه. حضرتك صاحب العربية؟ نتعرف عليك. الأستاذ إيه؟ يوسف. أهلا أستاذ يوسف. نوع العربية دي إيه والموديل بتاعها؟ دورة 98 مانيوال رشة بره مع عدد السقف زيرو دور. سعرها كام دي؟ دي سعرها 140 ألف. 140 حلو السعر. تعالى كده خدنا ناخد جولة كده في العربية. ده الموتور بتاعها. ده الموتور بتاعها. كلمنا عن حالة العربية برضو. العربية 90% العفشه زي الفل، محتاجه بس خد لي فيها صوت عند الملفات. تمام تمام. زي ما انتم متابعين اعزائي متابعي موقع بصراحه، يعني ما زلنا موجودين معاكم هنا في سوق السيارات المستعمله، بنتعرف معاكم طبعا على الاسعار العربيات اللي هنا. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ممكن نصور عادي؟ نتعرف على حضرتك، حضرتك بقى تقول لنا نوع العربيه وموديلها وكده. دي نوبيرا 98. امريكا بره. موديل كام؟ 98. دي سعرها كام بقى؟ 190,000 ان شاء الله. 190,000. حاله العربيه و امريكا بره وجوه شغاله، مكيفها شغال، كاوتشات جديده، بطاريه جديده. ونشوف برضو موتور العربيه. عماله في المنوفيه. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ايه مين صاحبكم؟ سعرها كام؟ 175. موديل 1050. نوعها بقى انت مش عارف بتصور؟ مش عارف. ما انا مش لسه مش قول انت. مش هقول لك. ماليش انا في انواع العربيات بصراحه. امال بتصور ايه؟ طب بتصور ايه؟ لا بصور كشوبي ليا. ايه ده بقى؟ يعني زي ما انتم شايفين العربيه اللي قدامكم ديت موديل 2005 سعرها 175,000. ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ بس زي ما انتم شايفين اسعار العربيات هنا في سوق سينا زحمه طبعا. السوق بيشهد زحمه هنا على مدار يوم الجمعه اللي بيقام كل اسبوع طبعا، عشان كل حد بيجي بيجيب السياره بتاعته اللي عاوز يبيعها، وفي ناس بتيجي من كل مكان عشان يشتروا. حضرتك صاحبها؟ طب تعالى نتكلم عن العربية. سعرها والموديل بتاعها. الناس هنا يعني بتهزر كتير طبعا. اجواء اعزائي متابعي موقع بصراحه، كنا موجودين معاكم هنا في سوق السيارات المستعمله في محافظه المنوفيه. بنشكركم على المتابعه، والى اللقاء في لايف جديد. قصه جديده.